يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في الشفعة وبيع الشريك من شريكه ومعاملة المشركين. باب ما جاء في الشفعة. باب زاني شفعة بريتية لشي وحكم كشي بريتية لشي. شفعة يعني حقي جوار يا حق الشراكة، دو جوري هي: شفعة بالجوار وشفعة بالشراكة. شفعة بالجوار يعني بونمونا تو جيرانك، تي جيرانك خان وكيد فروشت، أنت أولى بعرض هذه الدار عليه من غيرك. تو شايستتري أم خان وجيرانك بتوغل كاك من أم خان ودفروشم كتو هلي دقري تو بو سعري دي دم خلق أو تولى بيشتري. وأجر فروشتي وبرسي بينا كردي حقي قلي ولومت هيا، ولا هندي أهل علم حقي أوشت هيك بلاي نخير من ذي كرمه وبوس عليك داوتا. أما حقي شفعية، أما شفعي جوار، شفعي شراكة، أما يعني وجوبة مجالي تدانية. يعني بون من تو شو لقال نفرك بارتش زوية كتكريوا يا خانوية كتكريوا استها الشركه كات ببي او بتوبل شو فروشتيتي بشكي خوي فروشتو بي تشي تشتر تو دلي هلي دو شن قبول مني ابدا ام بشي تو درا وتكسي تشي تشكو شركه لا ايش كذا لا قال من دبيت من بخوم هلي دغرمو بمرجك بيانو بي نغري بو نمونه بابلين بشكي خوي دفتري تشي بو دكا توبل ولا من ب 80 دبي بي ديتو من شتيواني شتيواني حقت هيك تو هلي غريتو بو حقيك حقي خويتي بلا وبيع الشريك من شريكي ومعاملة المشركين. باب زانين دروستا معاملة لقليان يان بله. أحسن الله إليكم. قال: عن جابر: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. وذكر نحوه. يعني شفعة لتشتك داية لشتك داية قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم. هرشتك بج نكرابو أو شفعيتي دا. يعني بونمونا منو تو شريكين لم خانوا باشا كشريكين لم خانوا بعام، يعني الغرفة الأولى بيني وبينك لي ولك، والغرفة الثانية كذلك، والغرفة الثالثة كذلك، والحوش كذلك، والمرافق الصحية كذلك، والمطبخ كذلك، مشتركين يعني لم يقسم. ونبي بلين صدمة ريلاي راس بوتو صدمة ريلاي تشبو من ما دام مشاعة شريك انت إذا همومان أو الشفعة يعمل بها دبي إيش بشفعة بكري واتاتشي أو شراكتي بين من وادكات كأو حق بو من بيت نقبو كسي چي تربي كاكتو بودنية چوي نيوكي خود فروشتو توا بيو چي چي تر أما بو من من هالي دقر موا بجلح نابي ومن حزم لينيه ودمي بيد ما خزميكم ابدا من لها موكز او لا ترم او ني ويتوب ومن بك دي فروشيتوا. وهذا قضاء رسول الله عليه الصلاه والسلام، قضى رسول الله بالشفعه، اذا انتهى الامر، قضي الامر بامر اخو عليه الصلاه والسلام برياري او لو داوى. هذا على الوجوب، على الوجوب. متى على الوجوب؟ فيما لم يقسم. ومتى على الاستحباب؟ بعدما قسم. يعني اجر تقسيم كرا بلام شفعي جوار دمينه استحبابا، وثمان شفعي شراكه وجوبا، بلام شفعي جوار تشيا استحبابا. استابون منا تو ورفيقك تشون زويك تانكري زويك كرتان الدوبش لا راس ولا يشب استا شريكه كبيك وكريتان بشكي خوي فروشتو دياري كرا وتوا او قسمي خويتي. بيامر عليه الصلاه والسلام فرموي: فإذا وقعت الحدود سنور داندرا أمهيتو أمهيتو يا وصرفت الطرق فلا شفعة. شفع يعني فلا شفعة واجبة، لكن تبقى الشفعة المستحبة. يعني جيران حقي بسر جيرانه ويا كاكتو كهردت فروش بمندود با
مستحب ويا بجيرانك اي بليت بله احسن الله لمكارمي اخلاقه لمكارمي اخلاقه والسبب بقاء مودته محبته الفته ووحدتي كلمه لبين مسلمانان بله احسن الله اليكم. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعا ام عطيه او قال هبه؟ قال لا بل بيع فاشترى منه شاه. اعيد القراءه. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال هبة؟ قال لا بيع فاشترى منه شاه. بله. عبد الرحمن يقول أبي بكر دفر ما لقال في غنبري خوابين عليه الصلاة والسلام بيأويكي مشرك هات قجلول آلوز طويل بعلى برز ميقال مريكي بيبو ليد خوري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أو ما قال مريكا هناوتا بو فروشتنا بو هدية كردنو بخشينا بو تشيا فرمينا بل بيع نابو فروشتنا. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام صد مري ليك ري هل يجوز أن نتعامل مع المشركين أن نبيع منهم وأن نشتري منهم نبيع لهم ونشتري منهم؟ نعم يجوز دروستا إنسان كرينو فروشتن لقال مشركيش بكات بله أما جبل جيل السر أوى كواتا برا كانم باب المعاملة شيء وباب المصاحبة شيء. أم دوشت ليك جاب كينوا أم دوشت ليك جاب كينوا إذا خلطنا بين الأمرين وقعنا في محظور. أم دوشت تكل كيتوشي هلا دبي هنديكاس لا يفرق بين المجالين فرغناك كاك تو تشون دروزني هاولتي ورفاقتي مشرك كي ناش بشتيان لي بكري ناش بشتيان بي بفروشي وان يبراكم تو بهلا داچوي اما بواري كمش بواري چترا بله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب تحريم بيع الحر والخنزير والخمر والنجاسات والصور. يعني حرام انسان كسك مروفيتشي ازاد حر استا بيكاتو كيلو بفروشي حرام يعني كركات بفروشي كشكات بفروشي جنكات بفروشي والعياذ بالله نابي ما حرام شلون اشتي هذا كيد ياخذ خنزير فروشني براز فروشني خمر مشروبات عرق او شتانه وهر شيش تك نجاسات به وهر شيش تك مضر به زيان بخش به ديسان دروزنيا كرين فروشني بيو بكري والصور اوش كرسم به ديسان انسان كرين فروشني بيو نكات دروزنيا بزارين دفرميتشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. بروردغارد فرمي سيكس من خصم يعني روج قيامة انجا اذا كان الله جل وعلا هو خصمك يوم القيامه فاين المفر؟ بو شو انسان رابك على كاتي اخوي غير اخوي خصمت به كمروفك خصمت به مشكله الى قيامه دا چونك دينار ودرهمني حسنات وسيئات اي كرب العالمين خصمت به فبنا من دا يا ربي يا كم كزوك سي اعطى بي ثم غدر اعطى بي يعني بو خاطر اخوا يعني اخوا وكيل يا اخوا شاهد به امشتانه دكاد واي غدر دكات دوائي وفاي بينا كابرا دلو باشر لبر خاطر إخوة كتو تتخوا وشيل بيت أو من اشتكت بيد دم بلام لو كات دا أو اشتنبوب كيتو ناي كات. ورجل باع حرا فأكل ثمنا كسي چي آزاد بفروش دوائيش بيخوا ثمنا كي جاء من مستك هر أما يعني للغالبة جرى مجرى الغالب وإلا ليس بقيد. وإن لم تأكل ثمنا مثلا تشتري به ملابس تشتري به دارا أو سيارة نفس الحكم توق موضع الشاهد بيع الحر بيع الحر من الكبائر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه كسك كريكارك بكري دقري روجانا إيشي بودكا بلام ولم يعطيه أجره أجر كي ناداتي كريكي ناداتي يعني استغلالي خلق دكا أمشيان مصيبة أجر بيته يعني اتفاق دقل يتكاك جنتو إيش مبوب كمال من جاري بارم يسري مانك باركت بيدم رازي بقيناك
بلام خود مماطلب كيتو بقاء عن قصد حق كيف أنا ديتو بتو بي خود أو الله جل وعلا خصمك يوم القيامة والعياذ بالله ملا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم ملا. والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتفيض المال أو يفيض المال حتى لا يقبل أحد. يعني موضعي شاهد لي ردات شيء في عمر عليه الصلاة والسلام فرموي سوين بوي نفسي مني بدستا نزيق بوتا وخريكا عيسى كوري مريم داب زيت عيسى كوري مريم بيتا سرزوي لآسمان وكو حكمي شي دادور عادل صليب دشتينت بو اوي عقيدي نصارى بدروب خاتوا ك عيسى لخاج دراوة درويا اوي كلاي اوان مقدسة لاي او دبي مكسر ببشتي تيك بشتي ويقتل الخنزير كخنزير جلاي اوان بهمان شيوا ليكو جي ويضع الجزية جزية دادن السرانيان لسر دادن اواني كيستا عيسى بخوا دادنين ويفيض الماء مال اوان ده زور دبي تا وكوائل دكس قبولي ناكاد حتى لا يقبله أحد. أويك موضع شاهد ليرداتشيا يكسر الصليب ويقتل الخنزير. يعني كواتا كرينو فروشني صليب جائزني كرينو فروشني خنزير كواتا هر جائزني واتا هرشتك لعقائدي مشركين بي هرشتك لعقائدي مشركين لعقائدي كفار بيت فروشتني دروزني. على سبيل المثال أو تما إيمانك هنا سبع عيون يعني بينج خالك بينج كنكا يا دستك نشاني عينو تاوزار وحسد وشتوايا يا أمور وشينانيك هيا أمشتان همي حرامة كرين فروشتيني همي حرامة تشكل عقيدتي عقيدي مشركين بلى. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ومن حديث أبي هريرة فباعوها وأكلوا أثمانها. بل ابن عباس دفر مبع عمر قيش توالي بيقيش كفلانا كاس عرق دفر رشد فرموي إخوالنا يبرد نازانك إخوة قورا لعنتي ليهود كيرت كاتك بزي لسر حرام كردن اوان چون توان ديانوا انجا فروشتيان كتين خو ما بز ما نفروشتوا اما رونا دي فروشين و فروشتيانو ثمنكشيان خوارت بله. يعني انسان تحايل نكا تحايل كي فيل كي بوي حرامك بخد حلال كي لا اخواي قوره والنابت واخواي قوره ليت قبول ناكات بله. كواتبيعي خمري شهر لمحرماتها ملا. أحسن الله إليكم. وعن عائشة لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. ملا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتيك آيات كان سورة بقرة هاتنا خواروا چي فرمو فرموي بازرگاني كردنش بخمر حرامة بازرگاني كردن يعني نكتنها خوارنوي حرام ببلكو كرين وفروشتني شي حرامه. يعني مثلا وقس على ذلك مثلا جقره ورو دخان ك جقره دتشن كيكاك وحرامه ضل باش من بخم جقره ناتشن بلام تجارتي بيودكا تجارتي بيودكا كسابتي بيودكا ديكري دفروشه اما ادها وامر كاك حرامتر تو دبيت السببي اويكا هزارها خلق جقره بتشد انجا خمريش نفروشم يا تشتر دي فروشه ایو کوای آفرتی که زنیا خوی رود کرده تو دلی وره تو بلی ول آمده چیم که کامه چی دل خویش نت میشه یشتر هر دچه یشتر دزیم دکه تو بودی که که یشتر حرام دکه تو بودی که خودی لب پارزه درست نیا ماله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن سعيد بن أبي الحسن قال حديث رابردو ويضع الجزية بما نيتشيش دبرا كانم يعني جزية هل دقري يعني لأهل كتاب جزية قبول ناكات بلكو إما الدخول في الإسلام وإما القتل هذا نسي فرمو. أحسن الله إليكم.
قال وعن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. سعيد كري أبي الحسن ده فرمي لا ابن عباس بوم بياوك هات لا بياوك وين تشيش بو رسام بو وتي من مروفكم معيشتي من لسر صنعتي دستما لسر رسم كردن وين تشيشانا أو إيشي من بيشي من أو إيه سالة هاي سالة ومن أو رسمانا دروز دكم ابن عباس فرمي من هيجت بينالم إلا أو نبيك خملة بيغمبر بيستوم عليه الصلاة والسلام فرمي هركسي وينيك بتشيشت طبعا ويني روح لبار او اخواي قور عذابي دادات تاوكو دالايو عذاب بردوان بلسرت تاوكو روح دكيت جاني او ويني كتشيشاوتا تا روحي دكيت بر وليس بنافخ فيها ابدا قد جناتواني كواتا عذابك لسري بردوان دبي كواتا لكبائرة كواتا ويني تشيشاني روح لبار لكبائرة خوافة نامان دا فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه كابرا يعني وكبلي توربو دمتشاوي سور هالقراء زردبو هناسي تنبو هناسي تقولي هالجشا ويحك فقال ويحك بيامبر أو ابن عباس فرمي تشيتو بوا توربيتو تيكشويتو خريك هجوم كي تسرسري من أجر دلي صنعتم هر أويا وهيج مجال مني وكسابتي من وين تشيشانا إكاك من نالم وين ما تشيشا بلام إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح هرشتيك روح لبرنا ببيني أو بتشيشا اصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه أويك روحي لبرني أو بتشيشا كاك أما أويتر حرامة باش استا نسأل سؤالا دكاني مصورة كان رسمي خلق دقرن بو معاملات وشد آية أم حكم شمولي ذكاء إن شاء الله شمولي ناكت شمولي ناكا شكو لا يأتي ويجلس ويصور صورة أويك صورة لو حديثة دهت وكابرة بدست قلمي ويني دكشا يا جهازي تهبو تركي تلي ذكردو يكسر عكسه كي دردشو بدست دكشا أويك حرامة دبي لسر أو بهل دريتوا أما بلين والله شمولي همو كاميري تش دكا أمرك كاميرش بيدابوا نخير شمولي ناكا أو ناتش تبابي تصويره دكش تبابي عكسي عكس بونويتي صورتك يا ظلي صورتك سيبرك وكو سيبركي ويا خوي عكس دبيتوا مل أحسن الله إليكم. باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بين دروست أجل بقرز بفروشتريد نسيئة وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بين يعني عبدك عيب دار بفروشي بلان بمرجي روني كيتو دروست يا نبا بزانين. أحسن الله إليكم. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل ملا. باشا قال أبو محمد الأصيلي أحسن الله إليكم. قال أبو محمد الأصيلي لا يصح عن ابن سيرين قوله لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة. باش كرينو فروشتن با اجلوا بلام بزياده يعني تو بون مونا وشتري كته دي غوريتو بدو وشتر اسبي كته دي غوريتو بدو اسب اسبكيتو تشاكتره اي اسبي واهي كاكا شرحو الدفتر دكات كره زياتر دكات هش لواني 600 دينار نكات استا تو بي فروشيتو داني بدوان داني بس داني بدا اي امد دروستا يا دروزنيا بلا دروستا
وكو ابن عمر كردويتي راحليتي يعني دانيتي غوريو بچن بچوار وشتر و نسي اشي تيكوت يوفيها صاحبها بالربذة لچوي ديداته او اوي ورغر بلا ما وي خوي لچوي ددا للربذة ديدا. وابن عباس فرموي قد يكون البعير خيرا من البعيرين جاروا وشتريك لدو وشتر شاكترا. ورافعي كري خديج وشتريك كري بدو وشتر داني يعني دا وتي اوي تري شانه ددمه سبيد الدمه كواتا دروستا مفاضله يكميان وعدم المقابضه لا بيع حيوان ده ولا بيع سيارة ده مثلا بونمونا دروستا يا دروزنيا ماله دروستا يعني بونمونا وشتريك ده فروشيبا مانگا یک دفروشی بدون مانگا. مانگا یکی یعنی دادیته دلای اویتر مانگیش تر دادمه. اما درسته. باشه. ای درسته سعری یک دفروشی با سعر کی تو بونمونه دو دفتر دکه است. دو سعری بچوچی پیدا کردنه یک دور گرتو اویتر مانگیش تر داده درسته. بله درسته. اما خوی بلگه لسر جواز و بیع تقصیت. الذي اجازه علماء الحرمين وحرمه الشيخ الألباني رحمه الله. لا شيخ الباني بيع تقصيد دروزنيا بيع تقصيد دروزنيا يعني شلون بيع تقصيد دروزنيا بونمونا اوش تتبي بفروشن بقسط باقساط بارا كم ديته ياخذ شلون مثلا بيد دشيت لاي دكانك سلاجه دكري طلع سلاجه بونمونا بايعها $100 نقدا اجر بقرز بي بقسط بي بيت او بهاش $100 طبعا لاي جمهور علماء دروسته شغل بيان رحمتي خالبه بلا ودروزنيه زور طبيعيه اما اختلاف الاجتهاد ده لوجهات نظر ده زور طبيعيه تو بهر قولي كان ايش كي تشهدني ان شاء الله من وكو خومك درسكتا مباشره ده كم بلا منه تقصيد دروسته ضل بقرز به $100 دروسته اي من باع بيعتين في بيع فله اكس ماء الربا نقول هذا الحديث لا يشمل هذا وانما خاص ببيع العينه أو بيع عينيه يبيع درهما بدرهمين وبينهما سلعة غير مقصودة أو بيع عينيه نك أو جور بيع بكبيد وتبيع تقسيط بله. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها وإن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ملي باش استاذ موضعي شاهدتي اللي مطابقي لقل ترجمي بابك فرمي جواز بيع الرقيق المعيب إذا بين يعني جاريك يا عبدك ديار عيب دارة بفروشي دروستا كاروني كيتو بلا أبو هريرة فرمي جملة في عمر وعليه الصلاة والسلام فرمي أجر جاری یکتان زینای کرد و زیناکی در کود کردویتی مثلا بول من حملیه فلیجلد هل حد ولا یثرب با حدی لی در که حدی عبدو اما چنده نصف حدی کم من الحر یعنی پنجا جلدی لی داد پنجا نک صد ولا یثرب ولا یثرب دو معنی هی یعنی لتثریب و هاتو لوم و عتاب و هاتو كجلد ليدا حدد ليدر كير نيي سرزنشتو سركونو عتاب يجيبكي يعني لا تجمع لها بين عقوبتين عقوبة التثريب واللوم والعتاب والزجر وعقوبة الجلد نابي ما دام جلد ليدرا تواو باق بوا يستهيشي لسرنية بي ولا أهاتو أذكر أهاتو أو أذكر عيب نابي ولا تثرب أما ماناي كتي ماناي دومي ولا تثرب أي لا تقتصر على التثريب وتترك الحد الشرعي نتي ابو اذكر شلون دبي وابكي والله من اللي ترم هيك اللي ترم مقسي امام نرميه دبي حد اللي يدركي دبي بنجا جلدي اللي بدي نكر تقتصر على شيء على التثريب هذا ما ناكش صحيح والله اعلم اي اجر جاري دوم كردي ديسان همان بابتي لقل بكوا كحد اللي يدركي اي اجر جاري سيم همان شت يعني جاري سيم يكر فرموي زناكشي دركوت جاء شون زناكي دركوت إما أن تقر هي بالزنا أو بظهور الحمل ديار حملي هي
فرموي فليبيعها بابي فروشه ولو بحبل من شعر، يعني ب ب جريسك تيجيشتي، يعني هيج قيمته يجيبونهش ده ما دام أوابي فروشه خوتي لرزقارك على الدروس تشتي أوا عيب دار بفروشه بلا دروسته بلام فرمي إذا تي بين روني كي توا تدليس نكي إخفاء عيب عيب السلعة كنكي بلى. أحسن الله إليكم. قال: باب من قال يلتذ من الحامل والمستورأة بما دون الوطق. بلى. من قال يلتذ أو يلتذ من الحامل والمستبرأة بما دون الوطئ، يعني كحالة حمل دابو، يعني حالة مستبرأية استبراءك بحيضيك ذكره دروس تمتعي بي بكري كريوية تجارية كريو بلام جاري، يعني حملة كي دانا ناوة يا جاري، يعني نبوتا خيزاني جيقل وطأ دروس تا نقاتا سرجي كردن تمتعي بي بكا جاري خويتي حلالي خويتي بلا دروس تا بلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو اعتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني خوي بردقار حلالي كردوا هربو كتون زوجاتي حلال كردوا ملكة أيماني شي حلال كردوا، طبعا استنى ماوا قديم كهبوا يعني تازك ريوتا يا هدية كراوة مثلا آية دروس تا تمتعي بيه وبكادة فرمي بمرجك چين به ما دون چي دون الوطأ بسرجي دبيت چاوركا تاوكو يستبرئ رحمها بحيضة تاوكو جارك دكويتا سوري مانگانا بويدر كويكا چينيا كحملينيا حتى لا يختلط ماءان بلا بلام أي ككجبو كذبوا استبرائي ناويت بلى. أحسن الله إليكم. أم حديث أنا وردناك لأن أبراك أنا مربى مجملي بسري ذا ذرون. أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. وكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبتيه، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. يا الله أما قرس أنا زوزا إخوائي قولي لي بذا فرم بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام لخيبر قرائوة باش يعني دوائي ويكا قلائي خيبري فتح كرت هستا يكي لوانيك كجراون لو غزايا بيويكي يعني خيبري كميردي آفرتك ناوي صفية، صفية بنت حيي. صفية باسكرا ذكر له جمال صفية وهو في عمري أن باسكر آفرته شي جوانو رايكو بيكو وكتي رئيس عشيرتكش كتي خاندانا. وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بوك بو في عمري خو عليه الصلاة والسلام بو خوي هلي بجارت إيرا دي قدن إيرا يشك لو موطناني كملحدين وعلمانيين دي كان خالي رشبة سر إسلامه كخوي خالي سبيو جوان نك خالي رشبة باب زاني شون بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شوبو غزاي خيبر أهلي خيبر تشيبون يهود جولكا دجاياتي بيغمبر إخوة دكان دجاياتي قرآن دكان دجاياتي مسلمان دكان
لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا كي اليهود باشا قورتين جفناتي دقن قورتين بيلان جيريو مكرو كيد دقن دجي مسلمان أوان ديانو إسلام نميني قرآن نميني مسلمان نميني أو تدبيني نستا لفلسطين كي دكريب مسلمان باشا چون جولك لهم دنيا وكوبون ورويشتن زاوية كيان داجير كدور دور 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 دا مسلمان در دكنو ديانو بخوين داجير يبكن باش پیغمبر اخو علیه الصلاه والسلام خویده چه بو غزا صحابه ده چن بو غزا مسلمان که چه بو غزا بو چی چ بو چی ده چی بو او ده چه لاعلاء کلمه الله ونیا ولوی شهید بکریت و مستهدف لویا نگرتوا نما لکیک لقلی چو بولاخ بچی چی نا بو خوشی بگرتو خوینی شی برجه فيما يفعل هذا في سبيل الله لاعلاء كلمه الله اي بران بركيك كافره او دي ديوي او مسلمانه بكجي لسروي ديني خواسر دخا وهروا ديوي قران نمنه ايني بيروزي اسلام نمنه استا رب العالمين جل جلاله بعدلي خوي وبفضل كرمي خوي اباح لهؤلاء المجاهدين في سبيله تي غنائم الكفار ونساء الكفار حلال كردو جي حلال كرد او خواي كزنكتي بوتو حلال كردو او ايش اواني بوتو حلال كردو ثابوتي كتي كابراك هنا ولا خوت دمارك كردو الله حلالا بتش شرعك حلال بو شريعه رب العالمين او رب العالمين يا جل جلالك او بوتو حلال كردو زور باشا دلين باشا بلام قيناك قينا بلام ما ظلمنيه دلين با سيدكين هل هذا في الحقيقة ظلم أم هذا إحسان في غاية الإحسان جني كافريكا أقل لقلو كافر بمينيتوا ما مصيرها مصيرها جهنم وبئس المصير وانيا لقل كافر دمينيتوا مصيرك كافر مصيرك جهنم إستا كدبيت جني مسلمانك كدبيت جني مسلمانك وهو مسلمان الرئيسي ليه دقري أمري بيكرا ولا لأن رب العالمين وعاشرهن بالمعروف بجواني ريزي لي دقري حرمتي دقري وكمعاشري لي قال دك زوري شي لناك على دينك يجاري طبعا بردوامش نا بزوري لي بك بزور بك انت مسلمان ورده ورده دبيني جمال الاسلام ومحاسن الاسلام دبيت مسلمان استا بهوي اووا مير دي شي باشتري دسكوت لا مسلمانه باشتري لكافر ومصير شي باشتري شي دسكوت كجنة لجياتي لجياتي جهنم أما بو عامي مسلمان فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني آفرتك لميردي كافر رزقاري ببي ببيتا خيزاني الرسول رب العالمين هل خسرت أم ربحت ربحت ورب الكعبة قورتين قازان جي كردوا قورتين استفادي كردوا او افرتيكا پیغمبر اخوه هلي دبجيري دبيت خزاني پیغمبر عليه الصلاه والسلام انجا طبعا حكمتي شي تدا تنها هدفك وني ولا بيني جوان وتوا وهلي بجارت نا اها صفيه بنت من حيي بن اخطب ككتي او بن مالي بيني لمودوا اهلي خيبر زياتر يعني ولائكو نوع ميلكو محبتكو موافقيك ام بودروز دبيبو پیغمبر اخوه عليه الصلاه والسلام باشا بابي نسر أما جوابي شبه يكبو فخرج بها حتى بلغنا السد الروحاء حلت باشا دفرمي رويش آفرتا لقل مسلمانان أو ديو پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام هالي بجاردو بو خوي بكات خزاني خوي تاقيشتي نشوينك بيدو تري سد الروحاء حلت أي طهرت من حيضتها السوري ما قلنا وباق بوا إيكا باك بوا كمان تستبرأ بمن بكم حيضة حيضة واحدة تو استا باك بو تو استا حلالة هاو سرجيري لقلب كري أنا حلالة لقلي بكري فبنى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ماري كردو كرديا هاو سري خوي وخزاني خوي ثم صنع حيسا في نطع صغير پیغمبر اخوا هات چی کرد صلوات سلام اخوا گوری لسر به یعنی خرماورونک وک خرماورون خرماورون چی کرد ولسر سفری چی بچو چی دانا انجا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرموی اذن من حولک
فكانت تلك وليمة رسول الله عليه الصلاة والسلام على صفية. أو وليمة كيف يغنبر بول لو جنهناني كتشيبو صفية بو أخر ماروني بيدان. فرمي ثم خرجنا إلى المدينة أنجا كوتين الريبو مدينة. فرمي بيغنبري إخوان بيني دي قدني آية صفية قازان جيكر أيان زلريكر. فرمي بيغنبري إخوان بيني عليه الصلاة والسلام يحولها وراءه بعباءة. لو لاخا كي خوي لبشت خوي لپشت خوی با عباکی کی خوی چی کرد و کوبلای جدانشتنی چی یعنی عباکی کو کرد و لولی داو جدانشتنی چی نرم و خوشی لسر ولاخه کی خوی دروس کرد با چه با خزانی تازه هر آونا ثم یجلس عند بعیره فیضع رکبته فتضع صفیه رجلها على رکبتی حتی ترکب پیغمبری خوا لایوش درکی خوی انجا دانش تو قاتي بو صفية خزاني كردا بليك بيجيك بو أوي صفية بيلا قاتي بيغمبر بني لسراني بيغمبر دابني عليه الصلاة والسلام بو يسر وشتركب كوي ولو شو أنا دابني شي لو إكرامي آفرد كلالان بيغمبر وكراو زياتر چي لو رزا زياتر چي كبيغمبر يخوى عليه الصلاة والسلام آفرده چي يهودية جولكيكا استا بيغمبر يخوى عليه الصلاة والسلام شون ريزي قرتو حرمتي قرتو وتقديري بودانا بله كواتا فعلا او افرتا كاتكا دبيته هي بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام قورترين قازان جي كردوا اما لنظري ناخ بيسو رشا ملحده بيدينا كان او ان تفسيري تري بودا كان كيف خويا انا جواب قصي او ان نادين بلام هركسي شي منصف سيري قضيك كا دزانك او بري ريزو احتراما يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.